خلني أقدم للموضوع وأقول إن الهلال والنصر لو يتقابلون على قوطي بيبسي، والله والله أكلوا الجو كله، أكلوا الجو الرياضي وعلى مستوى الشرق الأوسط على مستوى الوطن العربي. لكن إذا نتحدث عن سوبر، نقول حتى في السوبر الهلال ثابت والبقية متحركين. ليش؟ ليش؟ لأنه الهلال في من يوم استحدثت بطولة السوبر، في السوبر قابل النصر مرتين، الهلال في السوبر قابل الأهلي، الهلال في السوبر قابل الاتحاد. يعني بالأرقام أكثر فريق سعودي لعب سوبر هو السوبر الهلال. نرجع أبو أميرة، النصر ترى كمان حضر في السوبر أربع مرات، نفس العدد؟ نفس العدد لا. وشوف الهلال قابل الأهلي، قابل الاتحاد، قابل النصر مرتين، عدها أنت، هذه الحالها خمس ويمكن في زيادة. طيب النصر قابل الشباب والتعاون، والتعاون والآن يقابل الهلال، متساوين بالتساوي، الهلال أول أربعة متساوي. الهلال يحقق، أنا بغض النظر عن تحقيق البطولة أتكلم التواجد في مباراة السوبر، أربع مرات تواجد النصر. إجمالا هذا لا يغير من فكرتي بأنه الهلال ثابت والبقية متحركين. أبو أميرة سبق وأن قال موسيقى بالنسبة لي، اللي هي يقول الهلال دائما المركز الثاني بالنسبة له فشل، لا يريد دائما إلا أن يكون في المركز الأول. إجمالا أنا غطيت ثلاثة سوبر في لندن، كلها كانت ممتعة وكل واحدة لها نكهتها الخاصة، لكن السوبر الأول اللي قلنا فيها السوبر إدواردو هو من انتصر للهلال وكان أول حضور له، ومن يومها دخل حجز مكانة غير طبيعية في قلوب عشاق الأزرق. هذاك اليوم سوبر يعني أجمل حلة يحضر فيه الفنان الكبير رابح صقر ويغني من داخل لندن في أحد أهم ملاعب لندن، يلعب مين؟ النصر والهلال. صراحة كان نجاح يحسب للاتحاد السعودي لكرة القدم. صحيح. في ذلك التوقيت فكرة جديدة كانت، ويعني نجاح منقطع النظير. كينز بارك رينجرز، أيوة. اليوم أبو شديد أنت تشاهد السوبر الأسباني والسوبر الإيطالي يحضرون وين؟ يحضرون وين؟ رسولي. السعودية. نعم. هذا أيضا امتياز يحسب لوزارة الرياضة، يحسب للاتحاد السعودي لكرة القدم، يحسب بالدرجة الأولى للقيادة. صحيح. وتحديدا لسمو سيدي ولي العهد اللي دعم كل هذه الأفكار حتى أصبحنا يعني مبسوطين نتغنى برياضتنا، اللي أرجع وأقول أننا لو قبل بس سنتين أو ثلاث سنين أجي الحاتم خيمي ولا محمد عواد ولا أبو شديد وأقول لهم يا جماعة ترى السوبر الأسباني، السوبر الإيطالي، الأرجنتين راح تلعب، البرازيل راح تلعب، يقول يا شيخ روقنا. لا. أصبحت كل الأحلام مع محمد بن سلمان حقيقة على أرض الواقع. صدقت.